إذا مشاهدينا تابعنا جلسة المؤتمر العام بالمحاكاة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة آيسيسكو بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي طبعا احتفالية دولية كبرى لإطلاق عام الآيسيسكو للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة. وهذه هذا المؤتمر بالمحاكاة كان تحت رعاية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حضر نيابة عنه السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي قضايا الشباب قمة اهتماماته، وأنه دايما يعمل على جعل الشباب وإدماجه في كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأعلن السيد رئيس مجلس الوزراء عن إعلان منحة رئاسية لشباب العالم الإسلامي، وكذلك إطلاق صندوق لدعم الموهوبين والمبتكرين في العالم الإسلامي، وكذلك مجلس شباب دول العالم الإسلامي. وهذا المجلس سيكون مختص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الشباب المبدع. كذلك أكد السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التضامن والسلام لخلق بيئة مناسبة للتقدم والازدهار، وأهمية تعزيز الثقة في الشباب، لأن الشباب هو مستقبل هذه الأمة، وبالتالي فإن لابد من وجود برامج ووجود خطط لتنمية تنمية مهارات هذا الشباب لأن يكون هو وقود المستقبل. طبعا جلسة مؤتمر المحاكاة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة آيسيسكو، تحدث فيها رئيس المؤتمر كريم عبد الباري من مصر، والتي ترأس هذا المؤتمر، وتحدث عن أن عن الشكر، وجه الشكر في البداية للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الدائمة للشباب وللمؤتمر، وكذلك وجه التحية لسيد رئيس مجلس الوزراء والوفود المشاركة من جميع الدول المشاركة في المؤتمر. خلال المؤتمر تحدث كل من رئيس المجلس التنفيذي بالمحاكاة، وكذلك مدير عام المنظمة بالمحاكاة، وكان هناك عدة جلسات. جلسة في البداية كانت جلسة إجرائية، كانت لاعتماد قائمة الوفود واعتماد أيضا جدول أعمال الدورة الأولى لمحاكاة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي، واعتماد كذلك مشروع البرنامج الزمني لتنظيم أشغال الدورة، وغيرها من الاعتمادات التي تمت لهذا المؤتمر. كذلك كان هناك جلسة ثانية لعرض خاص لعمل اللجان بالمؤتمر، وأخيرا الجلسة الختامية وهي اعتماد مشاريع المؤتمر. ثم عقب ذلك تم إصدار إعلان القاهرة للشباب، وكان من بين ما جاء في هذا الإعلان هو أن نموذج أو هذا الإعلان لإعلان القاهرة للشباب لنموذج محاكاة اجتماع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، تم أولا توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على احتضان المؤتمر. كذلك إطلاق مبادرة لاستكشاف الفضاء الشبابي، وهذه المبادرة تتضمن زيارات للشباب لأماكن محطات الفضاء وغيرها لتعريف الشباب بهذا المجال. وكذلك من بين ما جاء في إعلان القاهرة للشباب إعطاء الأولوية للابتكار البيئي، جاء أيضا اعتماد التنمية في البنية التحتية المستدامة، وجائزة آيسيسكو للشباب.
ينضم إلينا عبر الهاتف النائب محمود القط، النائب في مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. برحب بحضرتك يا فندم، وكيف ترى هذا المؤتمر الأول لمحاكاة منظمة العالم الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة يسيسكو، وإطلاق عام الإسيسكو للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة؟ برحب بحضرتك وكل المشاهدين. طبعا هو اختيار مصر والقاهرة لهذا المؤتمر هو تكليلا للخطوات الكبيرة اللي بتعملها مصر من 2016، بداية من اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر الشباب، ثم بعده السلاسل من منتديات شباب العالم التي اصبحت مسجلة ضمن اجندة الامم المتحدة. فأصبح مصر أصبحت بالنسبة للمؤسسات التي تريد أن ترعى الشباب، مؤسسة الإيسيسكو مؤسسة قديمة منشأة منذ عام 1979 ولها أسهم وأنشطة متعددة، ولكن فيما يخص ملف الشباب تحديدا هي حديثة العهد به وليس منذ زمن بعيد. حتى المؤتمرات الخاصة بالشباب بها ليست كثيرة، وهي أكبر دليل أن نموذج المحاكاة الأول هو عندنا في مصر، لأن مصر أصبحت شبه يعني يقال عنها في المؤسسات والمحافل الدولية أنها حاليا هي ملتقى شباب العالم. أصبح ملتقى شباب العالم عندما يريد أن يلتقي في جمهورية مصر العربية، فإن مصر تكون هي نقطة انطلاق هذا المؤتمر. يعني هو تكليلا لما قامت به من خطوات سابقة، وأيضا ما أصبحت تناله مصر من سمعة دولية في تمكين الشباب وتدريبهم وتأهيلهم ورعايتهم ومكافحة البطالة. فحتى يعني خلينا نأكد على كلمة السيدة إكرام يوسي في مدير عام نموذج المحاكاة، لما قالت في كلمتها إن إحنا دخلنا مصر والحمد لله آمنين مطمئنين. هو هذا هو الانطباع العام عن مصر، إن كل من يريد أن يكون له صوت مسموع، أن يريد أن يكون له صوت في محفل دولي، أن يريد أن يسجل مواقفه المختلفة ويريد أن يشارك في البناء والتنمية، يجب أن ينطلق من مصر. حضور دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا المؤتمر يعني يعطي للمؤتمر زخم وقوة، أن الحكومة بكاملها وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء تهتم وتحضر وتناقش وأيضا تشارك بكل ما أوتيت من دعم لوجستي ليكون مؤتمر ناجحا ويكون نقطة انطلاق لمناقشات شبابية مع مكان جديد لم يكون له تواجد في المحافل الشبابية الكبيرة، وهو منظمة التعاون الإسلامي. نعم، السيد رئيس الوزراء أعلن عن منحة رئاسية لشباب العالم الإسلامي، هذه المنحة لتطوير قدرات هؤلاء الشباب، وبالطبع هي يعني بالتأكيد بتؤكد نفس الكلام اللي حضرتك قلته عن اهتمام مصر واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب. مهم قوي ان احنا نأكد ان الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ ان يعني قامت بتخريج الدفعة الاولى من البرنامج الرئاسي أصبحت هي يعني نقدر نقول المكان الذي يتجمع فيه كل من يريد أن يتأهل للقيادة من الشباب، وهذا أمر يعني أخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنهجية منظمة. يعني عملنا برنامج الشباب الرئاسي، العالم كله شاف نجاحهم، شاف تفوقهم في سواء في المناصب القيادية أو في الأماكن اللوجستية التي تولوها، ثم أصبح عندنا البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الإفريقي، وأيضا هذا النموذج يعني كان له نجاحات باهرة، بدليل أن الشباب الأفارقة الذين تدربوا فيه عندما عادوا إلى أوطانهم كان ليهم مساهمات كبيرة في بناء أوطانهم وتنميتها. وعشان كده لما ينطلق النهاردة نقول أن في عندنا هيبقى في برنامج لتدريب أيضا الإيسيسكو أو منظمة الشباب منظمة التعاون الإسلامي، هو أيضا استمرار للدور الكبير اللي بتعمله الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل في تأهيل القيادات سواء المصرية أو الأفريقية، وحاليا أيضا انضم لهم دول التعاون الإسلامي.
طب ايضا من ضمن ما قاله السيد رئيس مجلس الوزراء في ختام هذا المؤتمر هو اطلاق صندوق لدعم الموهوبين والمبتكرين في العالم الاسلامي. فكرة انشاء هذا الصندوق واطلاقه من مصر، هل ترى ايضا فيها المزيد من الدعم للشباب؟ هو الحقيقة احنا يعني مصر بقالها سنين طويلة في فكرة إطلاق الصناديق التي تدعم الكيانات أو تدعم المهام المختلفة، حققت فيها نجاح وأصبح لها فيها خبرات كبيرة، ولذلك نجد أن الصناديق لها مساحة من الحرية في أن هي تستثمر في الدور اللي هي عايزة تعمله، وفي نفس الوقت بيكون عندها أريحية أكتر في أن هي تكبر من مساهمتها. فمثل هذا الصندوق إذا كان قدرة منظمة التعاون الإسلامي مثلا على تدريب 100 شاب، مثل هذا الصندوق ممكن يخليهم أضعافا مضاعفة. فطبعا هي الفكرة أساسها كله أن احنا يكون في أكبر عدد من الشباب يتدرب ويتأهل للقيادة، ويتأهل بطريقة حرفية تأهلهم لقيادة يكونوا شباب محترف وقادر. وعايزين نلفت النظر لحاجة مهمة، ان احنا لما نكون في مصر هنا احنا اللي بندرب شباب هذه الدول الى القيادة، لما بيكبروا بيكونوا ممتنين لمصر، وبيكون دايما بنشوف قيادات افارقة كتيرة جدا وقيادات في دول عربية لما بيجي يتكلم عن مصر يقول انا درست في مصر، انا تعلمت في مصر. فاحنا بنعيد لاحياء هذا الدور المصري اللي احنا قعدنا سنوات يمكن كنا مفتقدينه قبل 2018. طب يعني وجود مثل هذا المؤتمر، مؤتمر المحاكاة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة يسيسكو، ووجود كل هذا الشباب من العالم الإسلامي، يعني هل ده بيؤهل أو بيتم عمل قيادات شابة داخل العالم الإسلامي، وبيتم تعلمهم يعني أصول العمل داخل هذه المؤتمرات والعمل السياسي وأيضا العمل الاجتماعي؟ هو الحقيقة ان شباب العالم الاسلامي في الفترة الاخيرة والسنوات الاخيرة اصبحوا اكثر نضجا وانفتاحا على جميع مؤهلات القيادة. كان يمكن ينقصهم ان يكون هناك اكاديمية او مقر علمي منهجي عنده خبرات يقدر ينقلها لهم يخليهم اكثر حرفية في هذا الاطار. افتتاح المؤتمر في مصر والدعوة لتدريب الشباب في برنامج في الأكاديمية الوطنية للشباب والبرنامج الرئاسي هيزيد من ثقلهم وهيزيد من خبراتهم، هيخليهم عندهم أبعاد أخرى للفكر القيادي والنظرة القيادية. هو مهم قوي كمان ان كل اللي بيتدرب عندنا بيتعلم مدرسة القيادة اللي يقدر يقود فيها في بلده. يعني احنا الامر بالنسبة لنا ما بيبقاش داخل في فنيات او في طريقة الادارة داخل البلد او داخل المؤسسة، لا، احنا بنعلمه القيادة بشكل عام، بنعلمه الانتماء لوطنه بشكل عام، بنعلمه ازاي يكون متقبل للاخر وقادر ان هو يتناقش ويتكلم معاه، بنديله مهارات فكرية وادارية واستراتيجية ولوجستية، فيجعل من هذا الشباب ان هو قادر يكون قيادة. لان في الاخر اذا عندنا شباب قادر على القيادة وعنده وعي كافي، هو في الاخر هيساهم في البناء والتنمية احسن ما تاخده زي ما بنقول عليها اطراف او فرق اخرى ان هو يبقى مشارك في الاحباط والهدم. ويعني كل ما لا نريد ان يكون لدينا سواء في العالم العربي او الاسلامي او في اي دولة من العالم. طب سيادة النائب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني من ضمن اهتمامه بالشباب هو دايما يتحدث عن اشراك الشباب في كل العمل، كل الاعمال السياسية والاقتصادية داخل الدولة، وكذلك دائما ما يقوم بعمل مؤتمرات للشباب، واي مؤتمر بيشارك فيه شباب بيكون بدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هل ترى في هذا الدعم القوي من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي هو في ظل خطة الدولة وفي ظل يعني فكر سيادة الرئيس لجعل هناك تنمية مستدامة ودعم الشباب المبدع؟ يعني يمكن احنا عندنا تجارب قديمة كتير ان يعني الشباب دايما كان فكرة او حلم كل يعني مرحلة سياسية تتكلم عنهم بدون آليات واضحة للتنفيذ، لكن احنا بصراحة في العشر او ثمان سنوات اللي فاتوا شفنا خطوات حقيقية لتدريب وتأهيل الشباب، لتمكين الشباب بعد تدريبهم وتأهيلهم. ممكن كان سر نجاح التجربة اللي حولها المشروع ان كان في اصرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الشباب يتم تدريبه وتأهيله جيدا
علشان لما يتولى المواقع والمناصب ينجح فتنجح التجربة وتتحول إلى مشروع دولة. إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الشباب هم يعني عمود هذا المجتمع وهم يزيدوا عن 60% من قوام المجتمع المصري جعله يعطيهم من الثقة بعد التدريب والتأهيل ان هم يقدروا ان هم يظهروا في مظاهر قيادية كبيرة. يمكن لو قلنا اخر خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الامر اختياره لمدير حملته الرئاسية لانه شاب، يعني المستشار محمود فوزي هو شاب من شباب المصريين الواعدين من المؤسسة القضائية. لو شفنا في نواب المحافظين، في اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في القيادات المتوسطه ايضا، في مؤسسات الدوله كلها وزاره التخطيط عملت برامج تدريب وتاهيل ليهم سواء مع بالشراكه مع مؤسسات اجنبيه خارج مصر او داخل مصر. احنا شفنا يعني الاف من الشباب تدربوا في على القياده في مؤسسات الدولة حاليا عشان لما يرتقوا إلى القيادات من المتوسطة إلى العليا يكونوا جاهزين ومؤهلين، لأن العالم حاليا لم يتحمل أن احنا يكون عندنا حد ضعيف أو حد مش قادر على القيادة. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأهيله وتمكينه للشباب، احنا شفنا أنه هو في شباب البرنامج الرئاسي على سبيل المثال، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على المثال الآخر، كلهم أطياف من الشباب ناجحين في المجتمع، مؤثرين، مصرين على ان هم يستمروا في النجاح علشان يكون في اجيال بعدينا قادره ان هي تتحمل هذه المسؤوليه. اشكرك سياده النائب محمود القط النائب في مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. وينضم الينا مشاهدينا النائب عمرو درويش عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بمجلس النواب. برحب بحضرتك سياده النائب، وعايز اعرف من حضرتك كيف رايت هذا الاجتماع لمنظمه العالم الاسلامي للتربيه والعلوم والثقافه ايسيسكو بالتعاون مع وزاره التعليم العالي واطلاق عام الايسيسكو للشباب بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء وتحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اولا اهلا وسهلا بحضرتك وكل عام وشعبك بخير. بالف خير. يعني اعياد واحتفالات نصر اكتوبر العظيم. يمكن المؤتمر الخاص بمنظمه الايسيسكو يعني جه ايضا في ظل احتفالات مصريه عارمه ب طبعا مرور 50 عام على 3 اكتوبر. صحيح. وده يدي لك انطباع بان القياده المصريه والدوله المصريه يعني بتحاول ان هي تعمل حاله من حاله الرفض ما بين اجيال انتصارات اكتوبر وما بين مساله تمكين الشباب ايضا في الفتره الحاليه واللي انطلقت حقيقه منذ ثوره 30 يونيو. خليني اقول لحضرتك ان يعني ملف